الساعة 9 9 ونص كده كانت الكهرباء قطعت في المنطقة ده عادي يعني. تمام. فطبعا قفلوا المحل ومشي. فالسكينة بتاعت المحل تقريبا ما نزلهاش العمالة أو حاجة زي كده، فجت الكهرباء وفصلت وجت وفصلت فحصل ناس. الساعة 9 ونص النور اتقطع. فكلنا قفلنا. فمشينا. بعديها بساعتين أو بساعة ونص كده جالي تليفون إن العمارة بتولع. تمام. ما تعرفش بقى ماس ولا إيه بقى اللي حصل؟ ماس ولا إيه اللي حصل؟ مسك بقى في كله. فاحنا الحمد لله يعني عندنا خسائر ربع بس كده، لكن الباقي كله يعني سبب الحريق ايه؟ بيقولوا ماس. لا لا لا، كله ليه ترخيص وكله ليه حاجه. الكهرباء ما لهاش كبير يعني، الكهرباء ما لهاش كبير، كله مرخص وكله تمام. تمام. العمار دي بقى لها سنين يعني لعب وخردوات، كل المحلات دي كلها لعب. تمام. في محل ملابس فوق.